في قضية الدعاء الحقيقة سمعت قصة جميلة لطيفة من أحد القراء الذين يعني صار لهم صدى قوي في قضية تلاوة القرآن واسم معروف. سمعت له مقطع يقص قصته أيام بداية طلب العلم. هو يقول: انتقلت إلى مصر ما، هذا من باب الإخفاء يعني، يقول أدرس فيها دراسة نظامية، كنت صغير يقول توني في بداية شبابي، يقول ما أعلم عن أمور الدنيا شيء، أعرف القرآن وكتب العلم، هذا اللي أعرفه أنا، ورحت أدرس في مصر ظهنا في الأزهر. يقول عندما أتى لي فترة الصيفية ليذهب الطلاب لأهليهم، هو من أحد الدول العربية، قال أخذت العفش، يقول أنا الكتب عندي هي كل شيء كتبي، يقول لكني ما أعرف الإجراءات النظامية حقة المطار، وأن في شيء اسمه عفش يحمل، وأن في، يقول خذيت الكارت انتهى وجيت للمطار، يقول جيتهم في الليل، الرحلة من بكرة الصباح، يقول أنا جيت على نفس الكونتر هذا اللي يستقبلون العفش وكذا، فناظر البطاقة حقتي ما فيها عفش، يعني قال طيب هذه تبعك الأغراض؟ قال إيه تبعي. قال شلون؟ طيب شلون أنت ما سويت لها يعني ترتيب على أساس أنها تنقل معك؟ قال لا لا هي تركب معي كذا. قال لا 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 هذه ما فيها، يا أنك تروح ولا تروح كتبك، يعني ما فيها تروحون أنتم مع بعض مستحيل. قلت لا إن شاء الله بتروح، إن شاء الله الكتب إن شاء الله أنها بتروح. يقول انفتلت لين في مصلى في الليل، يقول في مصلى في المطار، يقول أصف قدمي وأصلي، يقول سبحان الله يفتح الله لي الآية أمن يجيب المضطر إذا دعى، كل على طول جت وأقوم بهذيك الليلة. عاد هو صاحب صوت وصاحب ما شاء الله، يقول حتى أتى صلاة الفجر، فلما أذن للصلاة وأقيمت الصلاة، يقول ما فيه لنا يعني شكلي مناسب للإمامة، يعني للإمامة، يقول فقدموني عند الصوت ما شاء الله. يقول تلوت تلك الآيات، يقول فلما انفتلت من الصلاة إلا واحد قدامي، يقول ضابط مليان كتفة مليان نجوم ويبتي، قال انسدى ويبتي، يبتي بالتاء المهملة يعني يبكي. حلوة التاء المهملة دي. يقول متأثر قال كذا ودموعه قال. يقول يوم نظرته رفع راسه علي قال يا مولانا إن كان في رحلتك مجال إنك تقرأ علينا الآن تلاوة، قال إيه في مجال. يقول والله يوم إنه قاله وأبدأ أستعذ بالله وآيات، يقول ومرة وبكى، يقول هو يبتي وحتى أنا يعني بكى معه ناس. يقول يوم انتهى من انتهيت من التلاوة قال وش عندك أنت؟ قلت أنا والله عندي كذا وضعي، لكن قالوا فيه كتب وكذا وأنها ما تطلع. قال رحلتك؟ قلت رحلتي على الساعة 6. قال تعال لي المكتب، أو طلع مسكني وقال تعال، ويدق على المسؤول عن الترتيب اللي هو اللي قال لي من تبطالع يا كتبك ولا أنت. يقول يوم أنه دخل وشافني على طول جاه التوجيه، يقول يرتب لي وضعي والحمد لله، وطلعت أنا وكتب وعودت مرة ثانية والحمد لله أمور طيبة. أمن يجيب المضطر إذا دعا، يدعو إذا أردت أن يفرج الله كربك فلا تخص نفسك بالحالك بالدعاء، ادع لكل المكروبين، كل المهمومين، كل المديونين، كل المرضى، ادع لكل أبناء المسلمين الضال منهم الصالح، إن الله يثبت الصالح ويهدي الضال. كلما كان الدعاء عاما للمسلمين كانت الإجابة من رب العالمين أقرب، ولأن الملائكة بعد ذلك سيدعون آمين.